بالأشياء الإجرائية أو الأمور الإجرائية اليومية، للأسف نحن مضطرين نحكي فيها لأنه في هموم الناس وفي معاشات الناس وفي الدولار وفي الليرة وفي رئاسة الجمهورية. حسب التسريبات أستاذ أبلان عن الرئيس بري اللي نشرت اليوم جريدة اللواء ونشرت بجريدة الأخبار، أنه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان عائد ب17 الجاري، من المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار، وأن الحوار سيكون عاما وليس ثنائيا، وكأنه عرض على الثنائي أنه يصير في حوارات ثنائية ورفض هذا الأمر. ويقول الرئيس بري: لقد ركبنا طاولة الحوار في مجلس النواب ونفضل أن يكون هناك، أما إذا كان في قصر الصنوبر فليدره الفرنسيون. شو المعروف حتى الآن؟ أنه جايب شيء لودريان جديد في مش الأيام الجاية؟ محسومة نقطة الحوار وين راح يكون، يعني بالمجلس النيابي والله بقصر الصنوبر، هذه النقطة بعدها من واضحة. بس الواضح واللي أبلغوا فيه الفرنسي أنه جاي لودريان بأول أسبوع القادم بهدف عقد لقاءات حوارية مع الأفرقاء اللبنانيين. عقد لقاءات مش حوار جامع؟ لا، حوار جامع طاولة. أوكي. طاولة مع الأفرقاء اللبنانيين. هلأ هذه اللقاءات فيها مبادرة أو فيها كمان استماع للآراء أو فيها طروحات جديدة بناء للكلام اللي طلع اليوم أنه كمان راح يروح بكرة أو بعد بكرة على قطر وعلى السعودية مشان اجتماع الخماسي؟ مشان اجتماع الخماسي. هلأ تنين هاي المسألة يعني بيحسمها لدوريون بالشيء اللي جايبه معه بجعبته. أوكي. والرئيس بري حسب ما فهمت حاسم لن يدير جلسة حوار حتى لو كانت مجلس يعني نواب، لأنه ايه يعتبر أكيد لأنه هو صار يعتبر طرف. هو بالآخر يعني دعا للحوار مرة واثنين وثلاثة وأربعة، الأفرقاء ما تجاوبوا، خلي يجربوا الإخوان والزملاء يعملوا حوار، ويكون بنكون نحن جزء من هذا الحوار وبنسمع ومنشارك وبالآخر بنشوف نتبادل الآراء مع الآخرين. بس نحن يعني الرئيس بري انه بعد بده هو صاحب نظريه وصاحب موقف وهو مؤيد لمرشح، بيعتبر حاله كما يكون عندما يكون على كرسي الرئاسي في مجلس النواب، لما بده يصوت او بده يعمل راي بينزل على الكرسي وبيقعد مع النواب. فهذه بهذه الحاله اللي فيها حوار سيكون بمقاعد النواب وليس بمقعد الرئاسي. طيب خلينا نروح على الافتراضات المتفائله. نعم، رحنا على الحوار، بدا الحوار، الفرنسيين عم بيديروه، الخماسي بالداخل بالخارج مش مهم، في نية على الأقل 1% أنه الحوار يؤدي إلى مرشح ثالث، ولا حتى بالحوار لا تنازل مطلقا عن سليمان فرنجية؟ ليش بدنا نبلش نحكي بمرشح ثالث؟ ما نحن عنا مرشح وعم نقول هذا مرشح، تعوا عطونا شيء أفضل منه، تعوا لنناقش مواصفاته هذا المرشح، إذا حدا عنده مرشح أفضل منه خلينا نحكي. نحن عندنا مرشح وانتم عندكم مرشح، خلينا نقعد نتناقش ونتحاور مين المرشح الافضل واللي اذا منفتحين انه اذا ادى الحوار الى مرشح اخر ما في مشكله. لا، نحن عم نحكي بمرشحنا. ايه؟ اللي نحن شايفين فيه كل المؤهلات والمواصفات التي تمكنه ان يكون رئيسا للجمهوريه، اذا في شيء نحن مش شايفينه فرجونا اياه لنشوفه، اذا في شيء مش شايفينه مرشحنا قولوا لنا هذا لا ينفع بهذا المكان، يعني خلينا بعدنا عن نقطة السفر، بعدنا عنده النقطة بهذا الموضوع أكيد. طيب.